والشيطان كما قلنا له عداوة مسبقة مع الإنسان المتمثل في آدم. استكبر وقال خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا خير منه، أأسجد لمن خلقت طينا؟ كل ذلك يدل على أن العداوة عداوة مسبقة. وإذا كان الشيطان ممثلا في إبليس قد عصى الله بهذه الصورة، فإن الحق سبحانه وتعالى أعلن طرده من رحمته وسماه رجيما مبعدا. لماذا؟ قال لك لأنه لو لم يكن رجيما ومبعدا ربما قلت مكلف عصى وهو عرضة أن يقبل الله التوبة منه ويغفر له فيصبح مغفورا عليه. فإذا ما صار مغفورا له حسن ظنك به، فيريد الحق أن يقطع حسن الظن بوسوسة الشيطان. ليه؟ لأنه ليس عاصيا فقط، وإنما عاص حكم الله عليه بأنه مطرود من الرحمة، وعاص أخذ على عاتقه لأغوينهم أجمعين. لأغوينهم أجمعين. ولكن انظروا إلى المنفذ الإغوائي عند إبليس، قال بعزتك لأغوينهم أجمعين. انظروا كيف جلال القسم حتى من إبليس، لم يجد أبدا منفذا إلى الخلق إلا بعزة خالقهم عنهم. ولو أن الخالق أرادهم جميعا مهديين لما استطاع الشيطان أن يتقدم ناحية، ولذلك استثنى وقال إلا عبادك منهم المخلصين اللي تريد أنت وتصطفيه ما يقدرش يبقى لي السلطان عليه. يبقى استدرك. إذن فقوله بعزتك، كلمة بعزتك يعني عن خلقك، لو أردتهم مهديين ما استطعت أن أغوي واحدا، ولكنك تركت أمر الهداية للاختيار، فالذي تريد أن تستخلصه لا دخل لي به. هذا أول صدق من إبليس، بل بعزتك، يبقى عرف كيف يقسم. ثم قال أن طرق إغوائه ستنحصر فيما يأتي. قال له أنا لا أقعد لهم على طريق الشر، لأن سالك طريق الشر غير محتاج إلي نفسه يا. فأنا لا أذهب إلى الخمارة ولا إلى بيت الدعارة ولا إلى أماكن الكذا، أنا لا أذهب إلا مهابط الطاعة. هؤلاء هم الذين أغويهم أنا فيهم. ولذلك قال في الثاني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لما قالش هقعد على الطريق المعوج، لأن الطريق المعوج سالكه لا يحتاج إلى الشيطان لأنه شيطان. انتهت المسألة. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم شرح الصراط المستقيم وقال لك أنا حجلهم من الجهات الآتية، ثم لآتينهم من بين أيديهم، وإذا قيل من بين أيديهم يعني من أمامهم ومن خلفهم، أدي الجهة الثانية، وعن أيمانهم أدي الجهة الثالثة، وعن إيه شمائله أدي الجهة إيه الرابعة. والجهات كما تعلمون ست، أين الفوق وأين التحت؟ إذن هو حيجي من أمام، يجي من خلف، يجي من يمين، يجي من شمال. طب والفوق والتحت لم يذكر لهم، مع أن الجهات ستة، لأنه يعلم جيدا كعهدنا بعلمه أن من تمثل الفوقية الإلهية والتحتية العبودية لا يتأتى له الشيطان أبدا، أنه يعيش في مستوى علو إلهي فوقي وحضيض عبودي تحته، انتهى كل شيء. يبقى إذن الجهتين دول لم يأتي إبليس من جهتهم أبدا، إنما جاء من أين الجهات؟ من الأمام ومن الخلف ومن اليمين ومن الإيه؟ ومن اليسار. فوقية ما جاش،
تحتيه ما جاش.